طيب. أول جمعية سعودية متخصصة في الإبداع والابتكار المؤسسي وتقنياته في السعودية، تهدف أيضا إلى المشاركة في تحقيق رؤية 2030 وبناء جسور التكامل بالتقنية والابتكار. حول هذه التفاصيل نرحب بالدكتور عبد الله المطيري رئيس مجلس الإدارة لهذه الجمعية وأحد مؤسسيها. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الله. حياك الله، شكرا لك وشكرا لزميلك وشكرا لقناة الوطن قناة المجد، وشكرا لبرنامج المجد للوطن على الاستضافة والحفاوة. ودعني قبل أن أبدأ أن أشكر قطاعين من أهم القطاعات التي أبرزت نجاحاتها خلال السنوات الفائتة وخلال السنة هذه بالذات، وهي قطاع الجيش، الحدود الجنوبية. تحية إجلال وتقدير لكل جندي على الحد الجنوبي، كذلك قطاع الصحة ووزارة الصحة في محاربة هذا الوباء العالمي، ونجاحها صراحة بالنظر، نحن في الجمعية صراحة ننظر للأرقام عالميا، الأرقام في السعودية ولله الحمد، الحمد لله الإصابات قليلة جدا مقارنة بالعالم من حولنا، سواء العالم المتقدم صحيح أو العالم الثالث كذلك. هذه من أهم نجاحات وزارة الصحة في السيطرة على الوباء من الانتشار، كذلك 6 حالات حسب اليوم، حسب الآن وزارة الصحة اليوم 6 حالات الحمد لله تقدم شفاء كبير ولله الحمد، وهذا تقدم حتى قلة في عدد الإصابات، ينبع على أن وزارة الصحة تنظر للمستقبل. الحمد لله نشكرهم. طبعا خلف هذا النجاح القيادة الرشيدة، صحيح، نشكرهم دائما على دعمهم، على دعمهم ومتابعتهم. وأنا عندي علم أنه ولي العهد الله يحفظه متابع لهذه الحالة أولا بأول. الحمد لله. وأعقب قبل أن تسأل، الوعي المجتمعي فيها غاية الأهمية، يعني زميلي قبل شيء رفض يسلم عليه وهذا منطقي، نشر مثل هذه الثقافة هذا يحفظنا للأمان، أما الاستهتار والتهوين من هذا الأمر فهو ليس مقبولا، والتجاهل، لأنه لا. في أنا تابعت برنامج أمس للأسف كان في بعض المتنزهين في المنتزهات العامة، وهذا مخالف تماما لتعليمات وزارة الصحة، كان في بعض التجاهل المجتمعي من بعض الفئات، نتمنى أنهم يستقبلون، يعني يأخذون الحالة هذه بمحمل الجد وليس بمحمل الجد. أحسن دكتور، دعنا ندخل في الجمعية وهي جمعية الابتكار والتقنية. وش معنى ابتكار وش معنى تقنية؟ ما شاء الله، يعني الاسمين راكبة، وهي أول جمعية متخصصة في هذا الخط. طيب بالنسبة للابتكار هو ممكن أنه يكون مدغم أو يحتاج شرح، لكن التقنية معروفة وارتباطها في الاسم ارتباط التقنية، ليست التقنية بشكل عام، لأنه التقنية بشكل عام بحر كبيرة، بحر من العلم، لا يستطيع لا جمعية ولا حتى شركة أو قطاع حكومي كبير وزارة أنه يجمع التقنية. احنا نتكلم عن تقنيات الابتكار. أحسنت. الابتكار أي ابتكار؟ الابتكار المؤسسي احنا اللي مركزين عليه تركيز في جمعيتنا. طبعا الابتكار بحد ذاته فيه لبس، وفيه خلط ما بين الابتكار والإبداع والاختراع وريادة الأعمال كذلك. صحيح. 4 مصطلحات يحتاج لها تفنيد ويحتاج لها شرح. عطناها سريعا، يعني ما نبي نعرف وش كيف تميز بينها. خلينا نجي للاختراع. أيوة. الاختراع هو إنتاج منتج أو إنتاج خدمة لم تنتج سابقا ولم يتم اختراعها سابقا. هذا أيوة. الاختراع. هذا الاختراع له قابلية تطبيق، ما له قابلية تطبيق، له commercialization يسموها تجاريا. له مستخدمين، هذا بغض النظر ما ينظر فيه الاختراع. ممتاز. نعم. هو فقط اختراع راح اشرحها لك خارج الهواء. هذا الاختراع عندنا ريادة الأعمال، ولا نخلي ريادة الأعمال في الإبداع. الإبداع هو أخذ منتج وإضافة فكرة عليه مبتكرة، أخذ منتج قائم موجود، منتج قائم أو حتى اختراع قائم موجود، اختراع على ورق ليس منتج. يكون عادة الاختراعات تكون مثل براءات الاختراع. اي نعم، موجودة. نعم تكون موجودة
لكن هل لها استخدام ما لها استخدام؟ هل هي لها افشنسي او كفاءه للاستخدام ما لها؟ ما ينظر فيها. هو اختراع فعلا ورقي ورقي، وفي بعض الاختراعات برضو ملموسه لكن ليس لها استخدام. اضافه طابع او اضافه لمسه ابداعيه، هذا هو الابداع. جميل. او اخراج حاجه جديده موجوده بفكره معينه يضاف تضاف على المنتج هذا او على الخدمه. حلو. بشكل ابداعي. نجي للابتكار. الابتكار هو خليط بين ما بين الابداع او الاختراع اللي هم يسمونه الاي انفنشن او الكرياتيفيتي، مضروب في الكوميرشاليزيشن اللي هو السي. كوميرشاليزيشن ايش معناه؟ انه له استخدام واقعي، يعني واقعي ملموس وذا كفاءة أعلى من نظيراته. ممتاز. إذا كان له نظيرات، إذا ما له نظيرات يظل ابتكار لكن ذو كفاءة وذو لمسة إبداعية في نفس الوقت. جميل. نجي لريادة الأعمال. الآن ريادة الأعمال اللي هو أخذ الابتكار إلى بعد آخر، وهو يسمونه السستينابيليتي، التفعيل. تبني انك تبني مؤسسه، كيان او شركه او او جمعيه او مجموعه او واتيفر، تطبيق، يعني تروح لحاله التطبيق قابل للعمل، استعاده نفسه ويكون سستينابل، يكون يعني مستدام. جيد. هذا هو ريادة الأعمال. ممتاز. ممتاز. جميل. جميل. طيب دكتور، خلنا ندخل إلى أهم برامج الجمعية أو المؤسسة، أو لا عندنا إطلاق الشعار، نطلق الشعار. نعم، شعار الجمعية أول مرة حصري لنا. هذا حصري لأول مرة. من حظكم يعني كان جاهز قبل أمس. ما شاء الله. قبل أمس جهزنا. يا سلام. هذا شعار الجمعية الجديد. هذا الشعار. وهو حصري في ظهوره قناة المجد. جمعية الابتكار والتقنية. نعم، أول ظهور له. هذه الهوية الجديدة لكم. هذه الهوية الجديدة. واخترت كلمة ابتكر. ابتكر المصباح. ابتكر هو طبعا اذا تلاحظون المصباح تحت موجود فيه ابتكر برضو في قاعده المصباح. عيد تكفى. واضح اذا لاحظتوها. جميل. ابتكر اي تفكير خارج الصندوق، اللي هو المصباح مكسور وفيه مفتوح اطلع فوق. هذه من اهم عناصر محاور الابتكار، انك تفكر خارج الصندوق. أحسن. متى ما حصرت نفسك في صندوق لن تخرج بشيء، سواء لا ابداع ولا ابتكار ولا. صح. تكرر نفسك وتشتغل. تكرر نفسك وتكرر غيرك. صحيح. طيب دكتور، أهم البرامج اللي أنتم الآن أول جمعية، كم عمر الجمعية؟ 4 شهور أو 5 شهور؟ رسمياً 4 شهور، غير رسمياً كمجموعة تطوعية 5 سنوات. ممتاز. أبرز البرامج الموجودة الآن اللي تقدمونها أو وين تقدمونها خلال هذه الفترة؟ إحنا عندنا مجموعة من البرامج. تفضل. بعضها أطلقناه وبدأنا في العمل فيه، مثل الورش العمل والتدريب. ممتاز. المهتمة في الابتكار المؤسسي وتقنياته وأدواته، وكذلك عندنا اللي هو مؤتمرات. هذه نسعى أنه يقام عندنا مؤتمر في سبتمبر بالشراكة مع وزارة العمل إن شاء الله. جميل. ومع مجموعة إثمار راح يتم تعاون فيه إن شاء الله. كذلك عندنا تعاونات دولية في رسم مؤشر ابتكار محلي للسعودية، إن شاء الله راح يتم العمل فيه. هذه من ضمن الخطط. من ضمن الخطط كذلك نشر ثقافة الوعي المجتمعي في الابتكار. ما هو الابتكار؟ يا سلام. أدواته، تقنياته، كيفية الوصول لمنتج أو لخدمة بشكل صحيح متسلسل، سلسلة تخدم لاحقا. لأنه إحنا نرى بعض الخدمات يتم الإنفاق عليها للأسف، لكن في النهاية لا تجد لها قبول، تجد لها قبول، تجد لها قبول لكن ما تجد لها استدامة. فتموت بعد عمر قصير جدا، شهر، شهرين، سنة، سنتين. طيب. لكن باستخدام أدوات الابتكار المؤسسي راح تعرف مدى الاستدامة لاحقا وأثرها. طيب. فأنت خليني بس أضيف، فأنت من بداية مشوارك بعد التخطيط الصحيح تعرف هل المنتج له فاعلية مستقبليا، أو الخدمة لها فاعلية مستقبلية، لها مستخدمين ولا ما لها مستخدمين. طيب دعنا نختم دكتور، كيف نتواصل معكم؟ هذا سؤال الآن، سواء هم أفراد أو مؤسسات أو جهات، كيف يتواصلون مع جمعية الابتكار والتقنية؟ طيب احنا عندنا إن شاء الله تحت البناء الويب سايت
موقع الجمعية. عندنا التويتر هو أفضل وسيلة تواصل قائمة، اللي هو @innovate1ksa. وبالعربي؟ بالعربي ما لها ترجمة، لأنه هذا يوزر لا لا جمعية الابتكار. بالعربي جمعية الابتكار والتقنية اللي ظهرت على والشعار موجود، اللي هو الاسم الاسم الطويل، أو تستطيع أنك تكتب ابتكر كذلك في التويتر راح تحصلها بإذن الله. ومقركم أين الله يحفظك؟ مقرنا طريق الملك فهد في أوقاف الرياض. في الرياض نعم، في الرياض. المركز الجمعية في الرياض، في الرياض. وإن شاء الله قريبا راح نفتح فروع في الشرقية، في المنطقة الغربية، وكذلك في المنطقة الجنوبية بإذن الله. احنا شاكرين لك دكتور، سعدنا بك بابتكارك وتقنيتك، ومأملين خير نشوف في حلقة قادمة نجد العديد من المنجزات الإضافية نضيفها في هذا البرنامج بإذن الله. بإذن الله. ونشكر لكم استضافتكم وحفاوتكم. الله يحفظك دكتور. شكرا لك. أعزائي